الموجود حاليا في هذه القاعة في آثار فرعونية، وإحنا عندنا آثار من كل العصور. عندنا العصر أقدم الروماني هيكل عظمي، أيوة. 35 يرجع ل 35 ألف سنة، والأدوات التي كان يستخدمها في ذلك العصر. ثم بنتقل للعصر الفرعوني بأسر مختلفة، ثم الإغريقي والروماني، ثم القبطي، ثم الإسلامي، ثم الحديث والمعاصر، بالإضافة إلى قطع من التراث لبعض فنانيننا اللي موجودين معانا، مش بس آثار، يعني تراث أيضا من يعني العصور التي مرت بالزبط بها مصر. والمخازن عندنا تحتوي على أكثر من 50 ألف. هو ده سؤالي الحقيقة، يعني ما هو معروض بالنسبة لما هو مخزون أو مخزن؟ قليل، قليل جدا. معنى كده ان هيبقى في قاعات اخرى يتم افتتاحها، في قاعات اخرى، بس خلينا نقول ان جزء، حضرتك قلت 50 ألف قطعة في المخازن. خلينا نقول ان جزء من نجاح هذا المكان هو طريقة العرض وليس حجم العرض، بمعنى ان في متاحف كتيرة موجودة في العالم او في مصر قد تكون فيها قطع كثيرة للعرض ولكنها غير معروضة بالشكل اللي احنا هنا بنخلي الانسان الزائر يعيش حكاية، يعيش ترابط ما بين ما يطلق عليه الفترينات. كل فترينة ليها قصة، وقد يكون في ربط ما بين الفترينة في عصر ما وعصر اخر. فبنحاول نخلي الزيارة ممتعة، فيها قصة، مش مجرد تجديس للآثار اللي موجودة. ده نمرة واحد. طب يعني كيف تتكون هذه القصة؟ هل هي مكتوبة على الأثر أم أنه المرشد بيقولها أم إيه؟ بكل الوسائل موجود كل في مجموعة من اللوح الإرشادية على كل قطعة أو فترينة بتشرح. مستخدمين في بعض الفترينات أفلام بتوضح، زي العجلة الحربية، زي هيكل العظمي اللي يعود ل 35 ألف سنة، بتوضح القصة وراها أو كيفية عمل العجلة الحربية، بحيث إن يبقى فيه قصة وراها. في مثلا البترينة بتاعة الأمومة أو الطهي، بتوري إزاي وسائل الطهي كانت إزاي، الباب كيكس اللي احنا فاكرينها حاجة حديثة، دي موجودة من أيام العصر الفرعوني. أو البترينة بتاعة أقدم عضو لطرف صناعي في التاريخ، كانت لأميرة فقدت صباع رجليها من قدمها، أيوة. بالضبط. فالأجهزة التعويضية ومعاه أجهزة التشريح اللي كانت ففي قصة وراها. حتى لو أنا معيش مرشد أقدر أبتدي أربط. برضو جزء من الحتة اللي بنركز عليها الربط ما بين الإسلامي والمسيحي، القبطي والإسلامي، وتداخل العصور، ودي بنحاول نعملها. يعني بيتمثل في إيه هذا الربط؟ في بعض النقوش القبطية لما دخل العصر الإسلامي بعدها، فالعصر الإسلامي نفسه أخذ من الروح القبطية، وده ظاهر في بعض الأشياء اللي معروضة عندنا اللي كانت بتتحط على الحيطان وفي حاجات تانية موجودة عندنا. فده بيشعر بيه الزائر حتى اللي هو مش متعمق، ولكن بيراها، بيحسها، بيشوفها، بيقراها. فبجميع الوسائل عندنا الشاشات التوضيحية التكنولوجية اللي بتوضح للناس بطريقة مختلفة. ففي طرق مختلفة بتخلي الزائر على مستوى الفئة العمرية والفئة الاجتماعية ان هو يقدر يشوف هذا الكلام كله بطريقة